مرحبا بكم مشاهدينا. عقدت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة المؤتمر العلمي العالمي عبر تقنية الفيديو إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية. تنبثق رؤية هذا المؤتمر بغية تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم لإدراك ما قدموه لتاريخ الإنسانية وما يمكن أن يقدمه حاضرهم قياساً على ما قدمه ماضيهم، خصوصاً أنه ماض يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني وله أبعاد متنوعة أثرت تأثيراً إيجابياً في الحضارة الإنسانية. هذا المؤتمر ستتناول محاوره إسهامات الفارابي في علوم عصره وأيضا في الجانب الإنساني والفلسفي والسياسي، وكذلك إسهامات الفارابي في الجانب الأخلاقي وصدى سيرة الفارابي الفكرية. في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر قال فضيلة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الحديث في هذا المؤتمر عن شخصية الفارابي لهو من باب الوفاء لأسلافنا والاعتراف بجميلهم على الحضارة الإنسانية عامة والإسلامية خاصة، وأن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت وفي هذه المؤسسة العريقة وبالتعاون مع سفارة جمهورية كازاخستان لهو استجابة لواقع يدفع بنا إلى ضرورة الكشف عن أعلامنا ومصادر عزنا التي يحق لنا أن نفخر بهم وإبرازهم أيضا على الساحة العامة لمعرفتهم وللتعرف عليهم. كذلك وكيل الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني قال في كلمته إن المنصفين من العلماء والمفكرين أشادوا بفضل الحضارة الإسلامية وأقروا بها لما لها من أثر خالد في حضارة أوروبا بل والعالم أجمع، بما يجعل العالم المعاصر مدينا لهذه الحضارة العريقة، موضحا في سياق حديثه أن هذا المؤتمر ينعقد حول عالم من أعلام الحضارة الإسلامية وفيلسوف من فلاسفة الإسلام. وأكد وكيل الأزهر أن هذا المؤتمر يعد اعترافا من الأزهر الشريف بالفضل لأهل العلم الذين أناروا دروب البشرية. وفي هذا المؤتمر شارك من كازاخستان فضيلة السيد ناويزباي أونغارف المفتي العام لجمهورية كازاخستان. خلال مشاركته في هذا المؤتمر تحدث حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية.
إن الفارابي قد ساهم في الحضارة الإنسانية بعلومه ومعارفه، مشيرا إلى أنه قد جاب البلاد عالما ومتعلما، فدرس في البداية في مدرسة أوترار بكازاخستان، ثم سافر إلى بغداد وسوريا ومصر وسمرقند وبخارى وغيرها من البلاد، لافتا إلى أن الفارابي أتقن اللغة العربية والفارسية واليونانية واللاتينية، وله العديد من الاكتشافات العلمية في مختلف المجالات. واستمر هذا المؤتمر الذي نظمه مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان على مدار يومين بمشاركة شخصيات دولية عبر تقنية الفيديو، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب واهتمامه بالرموز العلمية والفكرية. نتساءل هنا في ختام هذا الحديث عن الفارابي وعن هذا المؤتمر، من هو الفارابي الذي يلقب بالمعلم الثاني؟ دعونا نشاهد. المعلم الثاني لقب عرف به بين أكرانه من أهل العلم، إنه الإمام الفيلسوف بل شيخ الفلسفة الحكيم، موسوعي زمانه وعلامة وقته، الأنصع ذهنا والأعذب كلاما، المتقن للعلوم الحكمية، الشارح لغوامض المنطق، والكاشف سره، والمقرب تناوله، البارع في العلوم الرياضية، الزكي النفس، القوي الذكاء، الزاهد في الدنيا فلا يحتفل بملبس ولا منزل، العالم بالطب، الساهر بالليل للمطالعة والتصانيف. إنه الإمام محمد بن محمد بن أوزلغ بن ترخان الملقب بالفارابي. ولد الإمام الفارابي في مدينة فاراب في أرض خراسان كازاخستان حاليا، وهو فارسي المنتسب واللسان، لذا شرع في تعلم اللسان العربي فأتقنه غاية الإتقان، ثم اشتغل بعلوم الحكمة. وكان سبب البدء في ذلك أن رجلا أودع عنده جملة من كتب أرسطوطاليس، فاتفق أن نظر فيها فوافقت منه قبولا وتحرك إلى قراءتها. انتقل من بلده إلى بغداد، فحضر دروس أبي بشر متى بن يونس الحكيم المشهور، ثم ارتحل إلى مدينة حران وفيها يوحنا بن حيلان الحكيم النصراني، فأخذ عنه طرفا من المنطق، ثم رجع إلى بغداد وقرأ بها علوم الفلسفة، ولم يزل كذلك إلى أن أتقن فهمها وصار فيلسوفا بالحقيقة. ونظرا لإتقانه ونبوغه في الفلسفة وشروحه مؤلفات أرسطو، عد المؤسس الأول للفلسفة الإسلامية والمعلم الثاني للفلسفة عامة بعد أرسطو المعلم الأول. وعندما سئل من أعلم، أنت أم أرسطو؟ قال: لو أدركته لكنت أكبر تلاميذه. نبغ الإمام الفارابي في الموسيقى تأليفا وصنعة، فالآلة المسماة القانون من وضعه، وهو أول من ركبها هذا التركيب، وكان أبرع من يضرب بها. سافر إلى مصر سنة 38 و300، حيث أكمل كتابه السياسة المدنية، والذي ابتدأ تأليفه في بغداد، ثم عاد إلى دمشق وأقام بها حتى توفي بها في رجب سنة 39 و300. له كثير من المؤلفات، حيث بلغت مؤلفاته 100 مؤلف، منها شروحه كتب أرسطو البرهان والخطابة والمغالطة والقياس، وهو الشرح الكبير، والمقولات، هذا فضلا عن كتاب بارامينياس وشرح المقالة 82 من كتاب الجدل. وقد اشتهرت مصنفاته بين أهل العلم، ومنها الفصوص
وإحصاء العلوم والتعريف بأغراضها، والذي لم يسبق إليه ولا ذهب أحد مذهبه فيه، ولا يستغني طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به. وله رحمه الله كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة والنواميس وإبطال أحكام النجوم ومبادئ الموجودات والمدخل إلى صناعة الموسيقى وجوامع السياسة والسياسة المدنية وغيرها من المؤلفات. لقد كانت مؤلفات الإمام الفارابي الغاية الكافية والنهاية الفاضلة، رحمه الله ونفعنا بعلومه.